مساء الخير أعزائنا المشاهدين، ونرحب بكم في حلقة جديدة من عين الحدث. الليلة نستضيف الدكتور صالح رشيدات، معالي الدكتور صالح رشيدات. مساء الخير. الدكتور صالح طبعا أمين العام لحزب التيار الوطني. دكتور صالح، الليلة نتحدث معكم حول أهم التطورات في بين بالوقت الحالي، يعني ما يحدث في أمريكا وتوجه دونالد ترامب حول بعض السياسات الدولية، العلاقة الأردنية الأمريكية. أيضا نتحدث، حتى بس المشاهد يعني نستعرض مع المشاهد بعض المحاور، سنتحدث أيضا عن العلاقة الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل عام، وعلاقة دونالد ترامب في بعض رؤساء العالم، وما يدور في ذهن دونالد ترامب حاليا. ما رأيك الآن لنبدأ في علاقة دونالد ترامب مع جلالة الملك؟ الحقيقة بشكل عام العلاقة الأردنية الأمريكية متميزة، يعني يعتبر يعني نحن علاقة طويلة تاريخية، ونتلقى دعم هائل سياسي واقتصادي من الولايات المتحدة الأمريكية. علاقة يعني وثقها جلالة الملك عبد الله من خلال زياراته ومشاركاته ومساهماته، وبعتقد أنها متميزة هذه العلاقة. الآن مع قدوم رئيس جديد، وبغض النظر عن عمق معرفة جلالة الملك لهذا الرئيس، بعتقد أن لدى جلالة الملك معرفة كبيرة جدا بالإدارات الأمريكية على مستوى السنوات والسياسات الأمريكية، ويعرف تماما كيف يخاطب الإدارة الأمريكية الجديدة أو أي إدارة أمريكية قادمة في المستقبل. لذلك مثلا زيارة جلالة الملك اليوم ضمن هذه الظروف وضمن هذه الفوضى التي أحاطت بالتنصيب دونالد أعتقد أن جلالة الملك سجل سبق بالتأكيد، وهو الرئيس العربي الأول الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيب الرئيس الجديد. وبعتقد جميل هذا التحليل. بعتقد أن هذا يعني يصب في عمق العلاقة الأردنية أو العربية الأمريكية. يعني أيضا جلالة الملك هو يعني يلعب الآن دور محوري، يعني يعني حتى بحركة المكوكية ما بين روسيا وثم بريطانيا وينتقل إلى أمريكا، هو الآن يعني برز على أنه من الناس، من الأشخاص القياديين المؤثرين في المنطقة، أليس كذلك؟ نعم، الحقيقة جلالة الملك يعني على مستوى العالم أصبح له دور كبير. الأردن أصبح على خارطة العالم السياسية، له دور إيجابي الحقيقة في كل ما يجري في العالم، وخصوصا في القضايا اللي بتخص العالم العربي والعالم الإسلامي. يعني جلالة الملك يتحدث الآن نيابة أو دفاعا عن الإسلام وعن الدول الإسلامية من خلال طرح نظرته حول الإسلام المسالم، وأيضا يتحدث باعتقادي حول أهم القضايا التي تربط العالم العربي مع الغرب أو مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، جلالة الملك الآن يحمل ملفات عديدة يعني بين يديه. خلينا نحكي مثلا عنده أهم ملف، وهو الوضع الأردن الأمني الداخلي والخارجي، ما يحدث من بالوضع الإرهاب، كيف يحارب الأردن الإرهاب. أعتقد أن هناك عوامل مشتركة ما بين ترامب ويعني محاربته للإرهاب ونظرة جلال سيدنا إلى الإرهاب. كيف ترى هذا الموضوع؟ يعني واضح أنه هناك ملفات مشتركة مع الولايات المتحدة ومع أوروبا بشكل عام، وهي موضوع مكافحة الإرهاب. وبعتقد أن الأردن نجح فكريا وسياسيا وعلى أرض الواقع في مكافحة الإرهاب والتصدي له على كل الأصعدة، عسكريا وأمنيا وأيضا فكريا. وأعتقد هذا كان سبق لجلالة الملك على كل الدول العربية، حيث كان هو يستشعر. أنا بتذكر بال2004 جلالة الملك استشعر ما يمكن أن يجري في المنطقة العربية، وكان ينادي بوضع خطط مسبقة وبتصدي. لذلك جاءت رسالة عمان وهي تعالج الجانب الفكري في موضوع مكافحة الإرهاب، وثم جاءت الأمور الأخرى اللي هي التعاون المشترك مع كل الدول التي تحارب الآن الإرهاب. يعني حقيقة يعني جلالة الملك عم بيطرح رؤية مختلفة للقيادي العربي المتميز داخليا وخارجيا.
فعلى مستوى الداخلي طرح الأوراق النقاشية ورسالة عمان، والآن يلعب الدور المحوري. ما هل تعتقد أن جلالة الملك سيكون قادر على إقناع ترامب بالعدول عن قراره تجاه القدس مثلا؟ الحقيقة هذا ما نتمناه كلنا، وبعتقد هذا موضوع يعني جدلي الآن بسبب عمق التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي أثناء حملته الانتخابية. وأنا شفت له مقابلة قبل أسبوع، وكان يقول أنا طبعا أريد أن ألبي كل العهود التي أطلقتها خلال حملتي الانتخابية اللي بقدر عليها، وبالتالي هو بالقضايا اللي الآن أعطى فيها أوامر تنفيذية بعتقد أنه هو لبى هذا الجزء من الوعود للناخبين الأمريكيين. بقيت بعض القضايا السياسية الحقيقة، منها موضوع القدس، وهذا موضوع شائك، وأنا بعتقد أن موضوع القدس له أكثر من مؤشر. بماذا يفكر ترامب الآن عندما قرر أو قال أنه سينقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للقدس؟ بماذا يفكر؟ هو كان له علاقات مع الجانب الإسرائيلي. نسبة المنتخبين اليهود 24% من أصوات ترامب كانت، لذلك هو تلقى يدفع ثمن. هو يعني تلقى دعم هائل من الجانب اليهودي، من اللوبي اليهودي اللي موجود في الولايات المتحدة، وأيضا قد يكون عنده قناعات، يعني هو لم يتعرف بعد على مشاكل المنطقة. يعني أنا متأكد أنه بعد زياراته للدول العربية سيطلع أكثر على الملف العربي الإسرائيلي، وربما يتراجع. أنا بعتقد في موضوع القدس أنا لا أستطيع يعني أن أقول أنه سيتراجع الآن، ولكن قد يكون هناك مؤشرات بعكس ذلك. ولكن الجانب الإسرائيلي الآن أيضا يتحدث أنه هم التقطوا الإشارة من ترامب، وهم الآن جاهزون لتحريك السفارات نحو القدس. أنا بعتقد أنه بالنسبة هذا موضوع خطير، ليس فقط على يعني على موضوع السفارة، له تداعيات أخرى. يعني موضوع نقل السفارة هو يعني يؤشر على موضوع ملف السلام الفلسطيني الإسرائيلي، سيعطي انعكاسات سلبية جدا. ما هي الانعكاسات برأيك الآن؟ يعني هل نحن نتحدث عن التغول الأساسي لموضوع يعني استحقاقات الفلسطينيين؟ هل هناك تغول على استحقاقات الفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي؟ نعم، يعني موضوع السلام بيلعب ورقة القدس. نعم، وليس القدس فقط، هناك موضوع السلام، موضوع حل الدولتين، موضوع المستوطنات، يريد إضعاف الجانب الفلسطيني الآن. وهي فرصة للجانب الإسرائيلي، وأنا أعتقد يعني دور جلالة الملك هو أن يعني يوضح للجانب الأمريكي على مستوى شخصي، وأنا متأكد أنه الإدارات هي قدمت ما عندها حول هذا الموضوع، ولكن على مستوى شخصي عن التداعيات اللي ممكن يعني تطلع نتيجة نقل السفارة. هي ليس فقط موضوع واحد، هي عدة تداعيات، وأنا بعتقد بتمنى إنه الجانب الأمريكي يتفهم ذلك. إذا يعني قناعتك إنه ترامب، الرئيس ترامب، ربما ليس بصورة الواقع العربي الآن وما يحدث على أرض الواقع؟ كلام صحيح. بعتقد أنه ليس مطلع بما فيه الكفاية. يعني الشأن الداخلي الأمريكي ماخذ كل وقته. وعنده يعني واضح إنه يعني المفاجأة اللي فجرها ترامب بنجاحه على الديمقراطيين، باعتقادي إنها لا زالت صداها موجودة ليس في أمريكا ولكن في كل العالم وفي أوروبا بالذات. طيب لنتحدث قليلا عن هذه خلينا نحكي القنبلة اللي رماها، بأنه رفض الآن دخول رعاية 7 دول. وحدد 3 شهور، حوالي 120 يوم. وهو يتحدث بيقول لك إحنا لازم بال 120 يوم ندرس الواقع الأمريكي ويحلل الموضوع بطريقته الخاصة. كيف تقرأ المشهد الآن؟ يعني أنا باعتقادي أنه تسرع وعمم، يعني هو حينما، وهذا ما أدلى به أثناء يعني حملته الانتخابية، كان يهاجم الإسلام، الإرهاب الإسلامي. باعتقادي أنه تسرع، قد يكون ذلك سببه أولاً أنه ما عنده اطلاع كامل على الملفات في المنطقة، ربما مستشاريه كمان أو مستشاري غرروا فيه. أنا بعتقد أنه يعني هذا موضوع أنه وصف الإسلام بالإرهاب لدرجة أنه هذا يتعارض مع أيضاً
المفاهيم الأمريكية الداخلية مع الدستور الأمريكي اللي نادى بحقوق الإنسان وب يعني بالانفتاح على العالم. وباعتقادي يعني الآن في هناك في فجوة بين الأمريكان وبين الأوروبيين حول هذا الموضوع، لأنها بتعتقد إنه موضوع اللاجئين وموضوع التعميم على الإرهاب بأنه إسلامي أنه ليس في صالح السلام في العالم وليس في صالح الاستقرار في العالم. لم تكن لصالح نعم. ترامب أعتقد هذه النقطة. نعم. دكتور اسمح لي أن أرحب بضيفنا جو ماكارن. مساء الخير، إن شاء الله أني بلفظ اسمك صحيح. ماكارون. نعم ماكارون. سيد جو، إن شاء الله ما يكونش بس أزمة سير عندكم زي عندنا بالأردن. في عفوا صار في شويه يعني مع طيب. المظاهرات والرئيس الجديد والغير متوقع طيب اذا الان اخي جو، انتم الان تعيشوا حاله تشابه ما يحدث او ما حدث في العالم العربي من مظاهرات. خرج الامريكيون الان الى الشوارع يتظاهرون ضد قرارات ترامب. كيف تجد يعني صدى هذه القرارات داخل أمريكا، وإلى أي مدى نتوقع مزيد من المظاهرات، وما هي التداعيات المتوقعة أيضا تجاه المنطقة وتجاه العالم؟ يعني هناك انقسامات كبيرة في المجتمع الأمريكي، نعيش تداعيات الانتخابات الرئاسية، هناك صراع أيديولوجي جغرافي بين الشمال والجنوب. الآن انتقل هذا الصراع إلى حد ما إلى السلطة. نعم. نرى أن هناك رئيس جديد يحاول تحدي المؤسسة الحاكمة وتغيير رؤيتها إلى العالم، إلى القرارات، إلى سياسات الهجرة والاقتصاد. وهناك رد فعل بالمجتمع المدني، أي من التظاهرات، من البيروقراطية كما رأينا بوزارة العدل ووزارة الخارجية، ومن أيضا من الكونغرس ومن السياسيين. فبالتالي نحن بصراع مفتوح الآن. نعم. سيستمر لأشهر، ربما أكثر، لأربع سنوات لولاية ترامب إلى حد ما. هذا الرئيس لا يخاف المواجهة، يريد تحدي الديمقراطيين، تحدي حتى حزبه، يريد تغيير نظرة إلى العالم، بمعنى إلى السياسة التجارية، التبادل التجاري، إلى الرؤية، إلى الهجرة، يريد التأثير على أوروبا عبر بريطانيا. فبالتالي يعني نحن أمام هذه المغامرة التي لديها اعتراض من داخل البيروقراطية ومن داخل المجتمع، ونحن في صراع مفتوح. نعم يعني نعم. التأثير على العالم علينا أن ننتظر، يعني لا أعرف صراحة. نعم أخي جو، أنت عفو. الآن بصورة يعني ما يحدث من زيارات مكوكية لجلالة الملك عبد الله، وزيارته المرتقبة أيضا، لقاء المرتقب مع دونالد ترامب، كيف تجد فهم دونالد ترامب لطبيعة الأحداث في الأردن تحديدا، وربما كونك أنت خبير في الشأن السياسي بالشرق الأوسط، كيف تجد رؤية ترامب وفهم ترامب للقضايا السياسية في المنطقة وفي الأردن تحديدا، وكيف سيتعامل مع المواقف السياسية القادمة، سيما أنه يتخذ قرار الآن قد يكون صعب جدا بنقل السفارة إلى القدس؟ يعني صراحة لا يمكن القول إن فعلا لدى ترامب فهم لتفاصيل الشرق الأوسط. يعني أوباما على سبيل المثال كان لديه إلمام كثير بالتفاصيل، لكن كان يتأمل كثير، يتردد في القرارات. نحن أمام رئيس لم يهتم كثيرا في التفاصيل أو ليس مهتما بالأصل. يعني يبد من الرهان على فريق العمل حوله. العلاقات الأردنية الأمريكية هي ضمن المؤسسات الأمريكية، لن تتغير. الآن المشكلة أو القلق أو الهجس الأردني الآن هو ما هي أولويات الرئيس. واضح أن هناك قلق على داعش على الحدود، هناك خوف من موضوع السفارة، ركل السفارة أو عدم دفع عملية السلام. واضح هناك انحياز لإسرائيل قد يقلق بعد القضاء العرب. لكن على صعيد العلاقات الثنائية لن يتغير الكثير إلى حد ما. هناك مؤسسات حاكمة، هناك علاقات عسكرية واقتصادية ستستمر. لكن الهاجس أعتقد، وكان هذا هو هدف الزيارة لجلالة الملك، هو في محاولة فهم ما هي سياسة ترامب حيال إيران، ماذا سيفعل مع داعش. يعني ربما داعش ليست
واضحة أكثر من غيرها، لكن هناك غموض حول الملف السوري، حول إيران. فبالتالي السؤال الأكبر هو لا نعرف ماذا يريد من الشرق الأوسط. حتى الآن يرينا ترامب إلى حد ما فتات أفكار، يعني منطقة آمنة في سوريا وحتى اليمن، ثم دعم لفصائل على سبيل المثال في الكردية في سوريا، لكن ليس هناك سياسة أمريكية حيال سوريا أو نظرة عامة للشرق الأوسط. من هم الحلفاء؟ كيف سيتعامل مع تركيا، مع الملف الفلسطيني الإسرائيلي؟ يعني هناك كثير من الغموض، يعني لابد أن توضحه الإدارة في الأشهر المقبلة، لا سيما حين يأخذ وزير الدفاع مكانه وزير الخارجية. واضح أن هناك صراع كبير داخل فريق العمل سيؤثر كثيرا على السياسة في الشرق الأوسط، فبالتالي علينا أن ننتظر بعض الوقت لفهم فعلا ماذا يجري. نعم دكتور صالح، السيد جو يعني تفضل وطرح أن هناك فعلا مجموعة ملفات، وقد يكون دونالد ترامب ليس لديه الفهم الكافي حتى للبدء في يعني التعامل مع هذه الملفات. لدينا ملف سوريا، لدينا ملف العراق، لدينا ملف إيران، لدينا علاقة روسيا بالملف السوري أصلا وتداخلاتها بالملف السوري، لدينا مشكلة اليمن، لدينا مشاكل كثيرة في العالم العربي، وأهم القضية الفلسطينية. كيف سيتعامل دونالد ترامب مع كل هذه الملفات ونحن نشهد أنه بعيد كل البعد عن فهم الواقع الحالي للمنطقة العربية كما تفضل السيد جو؟ بدي أوجه له للسيد جو سؤال. يعني أنا ملاحظ من بداية تولي الرئيس الجديد لسلطاته الدستورية وكأنه يعمل ضد السياسة التي انتهجها الحزب الديمقراطي بالكامل. يعني بتطلع على مجموعة النقاط والمحاور اللي هو يريد أن يمسح يعني هو بدأ بالداخل في الصحي، في الملف الصحي، ثم هدد بموضوع إيران بالملف النووي أنه سيعيد النظر فيه، ثم يعني دخل على اتفاقات التجارة مع المحيط الهادي الITT، ومن ثم هدد أيضا بإعادة النظر في النافتا. يعني هو خلط كل الأوراق اللي عمل عليها الرئيس السابق. وكأن الموضوع، يعني أنا شخصيا من متابعتي لهذا الموضوع في شخصني أنا بعتقد يعني هذه القرارات كلها جاءت وكأنها تريد أن تقول أن الرئيس السابق والحزب الديمقراطي لم يعمل شيئا. طيب أنت حولت مجرى الحوار. لا أنا بس أنا سأقبل بهذا، يعني أنا هذا رأيي كان منذ البداية. طيب ممتاز. أنا سأنتقل لسيد جو. سيد جو، دكتور صالح وجه لك سؤال مهم جدا، أن هناك فعلا سياسة كل يعني مسح كل ما هو قديم من الديمقراطيين، ويعني أن يكون الجمهوريين الآن لهم اليد العليا في صناعة مستقبل أمريكا. يعني كلام الدكتور صالح صحيح إلى حد ما، يعني نتذكر أن أوباما كان لديه إلى حد ما هاجس إرث بوش، أي عدم تدخل العسكري، إصلاح الهاجس، إصلاح الركود الاقتصادي، تجاوزه. فبالتالي عاش الولاياته الأولى إلى حد ما في هذا الظل، في هذه الإرث الذي تركه ترامب. نعم لديه كأنه عقد إلى حد ما إلى أوباما الهاجس أو القلق أن يمضي كل ولاياته في محاولة إلغاء مفاعيل سلفية. هذا سيدخل البلاد في صراع، يعني اتفاق نووي الإيراني من الصعب إلغائه، هناك تعقيدات كثيرة، قانون الرعاية الصحية نفس الشيء. فبالتالي هناك يعني مستشارين حواليه، يعني جيف سيشن وستيف بانن، لديهم هذه النظرة القاتمة، يريدون نقل المجتمع الأمريكي إلى مكان مختلف عن ما يريده الليبراليون أو بعد المستقلين. فبالتالي نحن في صراع محوري، يعني سيحدد مسار نظرة واشنطن إلى نفسها، إلى العالم، إلى البيروقراطية. يعني هذا الصراع الداخلي في واشنطن علينا أن نراقبه بشكل ملحوظ، لأنه سيعزل أمريكا إلى حد ما عن اهتمامها بالخارج، ستكون أكثر في الداخل. وطبعا هذه الشخصنة لترامب، يعني إذا لم يتجاوزها في المدى المنظور، أعتقد ستتحكم بكل مفاصل ولايته.
طيب إذا هذا يأخذني إلى مكان آخر يعني كنت أريد أن أتحدث عنه لاحقا في الحلقة، لكن لنطرق الباب الآن. يعني إذا هناك قد يكون هناك مفهوم جديد لحل الدولتين بما يخص القضية الفلسطينية اللي كان بيطرحه أوباما وكانوا بيطرحوا الديمقراطيين بهذا الموضوع، وأيضا نظرتهم لليمين المتطرف في أوروبا. يعني فما رأيك؟ يعني أنا بعتقد حتى يعني قدوم الرئيس الجديد هي يعني ترند عالمي بلش في بريطانيا والآن هو بيتسع في أوروبا. وجاء انتصار الرئيس يعني ليتوج ذلك. هو توجه جديد اجتماعي جديد يعود بالعالم المتمدن إلى السابق، إلى الغرائز في يعني تقديم القضايا الدينية والعنصرية محل العالمية، يعني محاربة العولمة اللي وردت على لسان الرئيس. الحقيقة يعني هذا هو فعلا يحارب العولمة، مش هو يحارب العولمة بهذا المفهوم. نعم، ويعود للناشوناليزم بالضبط. هو يحارب العولمة، يفكر بال 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 شو بسموها القطرية هاي، يعني بالقومية، يعني هي بالقومية بمعنى قومية رجوع انغلاق، يعني الأمريكا قومية بدنا نسميها أوكي. يعني هو الآن يعني هالتصريحات ومن ثم الأوامر التغييرية السريعة، يعني أنا بعتقد وأتمنى أنه يصار إلى ذلك أن يبطئ من إصدار، وكما علمت أنه في 200 مرسوم تنفيذي موجودين في ملفات الرئاسة. طيب دكتور صالح، هل نتوقع إذن مزيدا من تعظيم التفرقة والعنصرية والطائفية بالعالم؟ هل نتوقع مزيد من إلقاء الضوء على هذه النعرات الآن من خلال ما يحدث من قرارات ما يصدرها دونالد ترامب؟ الحقيقة يعني التخوف بدأ في أوروبا الآن بعد ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعتقد أنها كانت إشارة يجب التوقف عندها. الآن ما يجري في الولايات المتحدة وخصوصا التمييز ضد المسلمين وضد العرب وضد هو يميز يعني ضد معظم الأقليات حتى مظبوط، ولكن لأنه هذه القصة ارتبطت في الإسلام وهو أعلن عنها في حملته الانتخابية، أنا بعتقد سيصار إلى يعني ليس إلى الهدوء إنما إلى التصعيد في ذلك. يعني الآن رؤساء الاتحاد الأوروبي، يعني الآن الرئيس الجديد للاتحاد يعني هو يوجه النقد لسياسات الرئيس الجديد ترامب. وهذا يعني غريب على أوروبا وعلى الاتحاد الأوروبي. هذا يؤشر بأن هناك أن هناك تخوف وأن هناك يعني عندهم معلومات وفي تداعيات ممكن تصير. يعني أوروبا الآن يعني بدأ هناك خلاف واضح بوجهات النظر تجاه بعض القضايا العالمية. طب سيد جو، هل توافقنا الرأي بهذا الموضوع تجاه أنه دونالد ترامب عم يعني بدأ فعلا في زرع مفاهيم جديدة متعلقة بالعنصرية والطائفية وإلى ما ذلك؟ يعني طبعا يعني هو يأتي بنظرة إلى حد ما معادية للمهاجرين، أي اللوم والاقتصاد الأمريكي أو مشاكله على المهاجرين، فبالتالي يحاول تأثير ذلك أيضا على الاتحاد الأوروبي، على يعني يشجع خروج بريطانيا، يحاول تصوير أنها سياسته للهجرة أو للأمن القومي هي أفضل من سلفه، أفضل من الاتحاد الأوروبي. فبالتالي هذه النظرة تشجع بطريقة غير مباشرة إلى يعني نوع من الوطنية الانعزالية إلى حد ما التي اعتقدنا أننا خرجنا منها، لكن المشكلة أن قاعدته يعني يحكيها في هذه الطريقة. هناك طبقة عاملة تأزت من التبادل التجاري، لم تجد بديل لمهاراتها، فبالتالي هي تتأثر به إلى حد ما. وهناك شعور في العالم بدأ صعود يميني إلى حد ما، فهو يريد أن يجمع النخب المحافظة في أوروبا وراءه، يريد أن يقود هذا التحالف المحافظ. فبالتالي بشكل عام هذه أفكار معادية للمهاجرين تشجع الانقسام الاثني أو التفرقة، تشجع كل دولة على القيام بنفس الأمر. هذا مختلف عن نظرتنا العامة إلى العولمة، إلى عالم قرية صغيرة يمكن السفر بسهولة. يعني هناك الآن بديل مختلف للعالم سيؤدي إلى تضخم مالي، إلى تغيير في المؤسسات، إلى ربما نزاعات.
يعني الأمر مقلق إن لا يتمكن ترامب إلى حد ما من تغيير مسار النظام العالمي الذي أوجدته أمريكا. يعني هي التي أوجدت هذا النظام وهي التي تستفيد منه ومن أسواقه المفتوحة، لكن الآن هناك تغيير في الموقف، هذا سينعكس تضخما ماليا، مهارات أقل ستذهب إلى أمريكا، فبالتالي النظرة التفاؤلية إلى أمريكا كالحلم الأمريكي الآن ستختلف، هذا كله سيؤدي إلى عزلة، إلى تقوقع، إلى نظرة معادية إلى حد ما. فلابد يعني إذا فعلا يريد تطبيق هذه السياسات لابد من شرحها، محاولة تخفيف من تأثيره على العالم، على المجتمع الأمريكي، على العلاقات الأمريكية مع حلفائها. يعني هناك تساؤلات كثيرة، يعني العالم لا يحكم بقرارات تنفيذية، لابد أن يتحاور مع حلفاء، مع المجتمع الأمريكي، مع خصومه. هل يعني نتوقع؟ الموضوع ليس فقط إصدار فرمان سياسي وانتهى الموضوع. نعم، يعني إذن هل نتوقع أن يكون هناك عزلة سياسية قريبا لترامب؟ هل تتوقع أن يكون هناك حقيقة ابتعاد عن التعامل مع ترامب كرئيس؟ وهناك مناشدات كثيرة في بريطانيا الآن تناشد بأنهم بيطلبوا يرفضون استقبال دونالد ترامب كزيارة رسمية لبريطانيا. هل نتوقع مزيد من هذا الرفض في العالم الآن؟ يعني صراحة إذا حصل هذا على الصعيد العالمي، يعني الدول العربية حتى الآن مترددة، نعم، لأن هناك مصالح مشتركة، هناك بحاجة إلى دور في سوريا وفي إيران. الدول الأفريقية بيانها بالأمس كان واضحا، أمريكا اللاتينية يعني بدأت تتحفظ على كل ترامب، وهناك الآن بدأت حراك سياسي معادي له. أوروبا بطبيعة الحال موقفها معروف، لكن ترامب لا يهتم كثيرا يعني بما ينظر اليه حلفاء في الخارج او الخصوم في الخارج، يهتم اكثر بقاعدته. الخوف يعني هاجسي انا شخصيا ان عزله هذا الرئيس سياسيا في الداخل قد يؤدي الى مزيد من التهور. المشكله انه معزول الان ضمن هذا فريق العمل، نعم، لابد من توسيع. يعني الصراع الداخلي الان كبير، يعني بين فلين وماتس وبانون وبريبس، يعني هناك شخصيات تحاول أخذ السياسة الأمريكية إلى مكان آخر، وهناك مستشارين معتدلين أكثر يريدون التصحيح. فعلينا انتظار الأشهر المقبلة كيف سيتبلور هذا الصراع داخل هذا الفريق. نعم، لكن العزلة قد تؤدي ترامب إلى تهور، إلى كثير من الهجمات والإهانات عبر تويتر وغيرها. يعني الموضوع أنه ليس شخص يمكن التكهن به، فبالتالي طريقة إسقاطه الوحيدة إذا فعلا هناك نية لإسقاطه من البعض نعم هي تبدأ من الجمهوريين. هنا يجب أن تكون البداية، يعني القيادات في الكونغرس، بعض المحافظين ربما يخرجون بأصوات. الآن بدأنا نرى هذا الأمر، نعم، لكن ليس بشكل كبير. لكن للرئيس لديه فقط أسبوع في ولايته، التحدي الآن كان كبير مقارنة نعم. مع رؤساء آخرين. إذن دكتور صالح، كما قال السيد جو، نعم، هل نتوقع أنه إسقاط هناك، يعني قد يكون لأول مرة إسقاط رئيس أمريكي من قبل يعني خصوم، جماهيره. هل ممكن أن يحدث ذلك؟ والله هو أم يمكن، هذا شبه خيال؟ يعني لا، مش خيال هو، ولكن أنا أتمنى أنه هو الآن يدرس ردات الفعل على القرارات نعم. الكاملة نعم. أتمنى أن يكون عنده برنامج بديل يعني يستطيع أن يهدئ المجتمع الأمريكي. الخوف من سياسات ترامب نعم. أن يقسم المجتمع الأمريكي أفقيا نعم. يعني ناس بالاتجاه الآخر وناس مع هذه السياسات، وبالتالي ستدخل كما حصل في فيتنام نعم. أيام الحرب في سبقتني كنت أود أن في فيتنام بالضبط. يعني لذلك نحن نريد أن تكون الولايات المتحدة نعم. الأمريكية متماسكة نعم. قوية في العالم، تلعب دور في النظام الدولي الجديد نعم. تستطيع أن تؤثر على الأحداث. يعني نريد أن ترجع إلى دورها السابق، لأنه هذا في مصلحة العالم وفي مصلحة الدول العربية. طيب إذن كيف نستطيع أن يعني نرسم المعادلة الآن ما بين مصالح أمريكا الداخلية وقوة أمريكا وهيمنة أمريكا الدولية نعم. كيف يمكن لترامب أن يلعب هذا الدور الآن بأن يحافظ على الاستقرار الداخلي بأمريكا، وأن يحافظ أيضا على الاستقرار الدولي إذا كان يريد العالم؟ يعني أنا بعتقد حلفاء الأصليين هم الأوروبيين
اللي عندهم القدرات الاقتصادية والقدرات البشرية والقدرات الأسلحة. نعم. باعتقادي يجب أن يحسن علاقته مع أوروبا من جديد. يعني الآن أنا بديت أشعر أنه كل يوم عم بتزيد الحدة بين الاتحاد الأوروبي ومسؤولية غير المواطن الأوروبي والقيادة والإدارات الأوروبية الأمريكية. نعم. لذلك أنا بعتقد لما منلاحظ أنه أوروبا بدأت تبتعد شوي من نصير الخاف. نعم. لأنه أوروبا مهمة جدا. ولو كان هذا يعني مبكراً مش هيك؟ مبكراً لأنه أسبوع، يعني إحنا بنحكي عن أسبوع. بقرارات سريعة. سريعة جداً. يعني أنا مثلاً من الأشياء اللي بتخوفني إنه مثلاً فيما يتعلق في الاتفاق النووي. نعم. صحيح إنه في هناك ضوابط دولية 5+1 زائد إنه في الأمم المتحدة وفي. نعم. يعني هو لا يخاف من شيء. هو يستطيع أن يجرب عمل أي شيء، وبالتالي يعني هذا سيعكس جميل. سيعكس. نعم. الرئيس في أي خطوة بهذا الاتجاه سيقسم المجتمع الغربي تجاهه. طيب سيد جو، إذن فعلا ترامب هو الآن يتحدى نفسه في صناعة القرارات ويتحدى العالم، وهو يريد يعني من جهة كما قلت لك قبل قليل يريد أن يفرض يعني نفسه بطريقة جديدة على العالم. ولكن خلينا نعود إلى أرض الواقع ونتحدث عن بعض القضايا القريبة الآن للمنطقة العربية. يعني ماذا بخصوص سوريا وقبول دخول روسيا على الحرب السورية، وأيضا إيران، وقد يكون أيضا لتركيا يد في هذا الموضوع قريبا؟ ماذا عن المنطقة بشكل عام؟ كيف تحلل يعني خطوات ترامب القادمة، وماذا نتوقع منه؟ يعني هذا السؤال الكبير، يعني كما ذكرت قبل قليل، يعني الآن يعطينا جزئيات من سياسته. نرى أنه يريد منطقة آمنة يتحدث فيها مع الجميع سوى مع البنتاغون، يعني هذا كان غريب. ثم يريد رفع سقف دعم للأكراد، أغضب الأتراك من هذه الناحية. فبالتالي يعني هناك تحولات كبيرة في سوريا في منذ العام الماضي. روسيا دخلت على الخط، أصبحت لاعب قوي. تركيا دخلت في شمال سوريا، معركة حلب. يعني هناك كثير من التغيرات تضع قيود إلى حد ما على السياسة الأمريكية حيال سوريا. يعني أوباما كان محتار بين إزالة الأسد أو محاربة داعش. نعم. كان محتار بين دعم الأكراد السوريين أو مد اليد لتركيا والتعاون معها. هذا الرئيس يبدو أنه يريد حسم بعض الأمور إلى حد ما، حسب موقفه من يعني يريد التركيز على داعش، لا يهتم بالملف السوري الداخلي. لكن المشكلة أن سياسته حيال شمال سوريا قد تؤدي إلى مواجهات في وقت لاحق بين الجيش التركي والأكراد السوريين إذا فعلا لم يكن هناك وضوح للرؤية الأمريكية. المشكلة أعتقد الملف الأساسي الآن هو علاقته مع روسيا ومع الصين، كيف سيكون شكل هذه العلاقة. نعم. الملف السوري سيكون تفصيل من هذه الناحية. الجزئية الثانية هي هذا الرئيس سيكون على عكس الرئيس السابق منحاز للحكومة الإسرائيلية. نعم. ولديه سفير إسرائيلي، سفير في إسرائيل الآن على يمين نتنياهو إلى حد ما. نعم. أوباما أتى وكان هاجزه المستوطنات والمستوطنات وخلق مشكلة كبيرة مع نتنياهو. هذا الرئيس هاجزه هو الآن نقل السفارة. يعني القلق أيضا هذا الأمر يؤدي إلى تداعيات على العلاقات العربية وأيضا على ما يحصل. يعني المشكلة أن لابد أن ننتظر كيف ينظر إلى العالم، إلى الشرق الأوسط بشكل عام. نعم. يعني كيف سيتعامل مع إيران، سيردع إيران أو لا. لا يمكنه محاربة داعش وردع إيران في نفس الوقت، هذا سيؤدي إلى مشاكل في العراق. يعني العالم أكثر تعقيدا من هذه الأمور. يعني لابد أن يعطي البنتاغون والخارجية المساحة للتفكير في كل هذه الأمور، لأن التفكير التلقائي السريع كما حصل في المناطق الآمنة قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في المنطقة. يعني لابد من التروي، عدم الاستعجال، التحدث مع القادة الذين يأتون إلى واشنطن أو الذهاب إليهم إلى المنطقة. يعني هذا القلق الآن إنه يتصرف بطريقة تلقائية حتى الآن. طيب دعني أسألك سيد جو، هل تتوقع أن دونالد ترامب الآن يبحث عن حلفاء؟ هل تتوقع منه أن يعطي الحلفاء الأولوية في اتخاذ هذه القرارات؟ يعني هل يمكن أنه يفكر
بأن يترك الساحة لربما روسيا لتتخذ إجراءات ويكون لها يعني الموقف والتحكم في الموقف الآن؟ يعني هذا الأمر ليس واضحا، يعني واضح أنه سيتعاون مع روسيا حيال داعش، لكن المشكلة لا نعرف ماذا يريد من الملف السوري. لم يحضر ملف، لم يحضر أستانا، لكن دعمه للأكراد كان يعني اليوم كان رسالة إلى أستانا، نحن ندعم السوريين الأكراد لأنهم كانوا خارج مفاوضات أستانا. فبالتالي يحاول في إلى حد ما فرض شروط لو كان خارج هذا الملف. لكن السؤال الأساسي أن إذا فعلا يريد الردع على حلفاء، كل حليف يريد شيء، يعني دول الخليج تريد منه ردع إيران، تركيا تريد منه دعمها في حملية الإرهاب مقابل التخلي عن 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 الأكراد. إذا فعلا قرر مواجهة إيران سيكون هناك تكلفة كبيرة في العراق. يعني هو يريد كل شيء الآن إلى حد ما كما كان يذكر في حملته الرئاسية، لكن لابد من تحديد أولويات. ماذا يريد؟ النقطة الأولى، النقطة الثانية. يريد المضي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، حسنا، لكن لا يمكنك نقل سفارة في نفس الوقت. تريد محاربة داعش، لا يمكنك فتح معركة كبيرة مع إيران حول الملف النووي. يعني المشكلة لابد من تفكير استراتيجي، كيف ترى دور أمريكا؟ حتى الآن لا نعيش في إرث أوباما، نظرته إلى الشرق الأوسط، أي الطائرات بدون طيار، دعم تركيز على داعش ماليا، ودعم قوات خاصة وراء بعض الحلفاء. هذا الأمر لا يزال قائم. ترامب سيكون من الصعب عليه التراجع عن هذا الأمر. إذا يعني دكتور صالح، يعني واضح جدا أن هناك ملفات كثيرة تنتظر دونالد ترامب، وهو بحاجة إلى فريق عمل ضخم جدا حتى يرسم له خارطة الطريق في المنطقة. يعني فعلا ماذا مثلا على الآن القرارات تجاه الملف النووي الإيراني؟ هل تعتقد أن دونالد ترامب سيتراجع عن هذا الملف؟ الحقيقة أنا في البداية قلت أن يعني مسيرة حركته السياسية خلال هالأسبوعين وكأنها ضد كل القرارات اللي أخذها الرئيس الأسبق الحزب الديمقراطي، حتى في موضوع المناطق الآمنة اللي أوباما رفضها في البداية، واللي أنا بعتقد كانت يعني حين طرحت من قبل الحلفاء لم توافق أمريكا على المناطق الآمنة في بداية الأحداث في سوريا وفي على الحدود العراقية. باعتقادي يعني الآن أنا باعتقادي الآن المناطق الآمنة هي غير آمنة، لا للدول المجاورة ولا للاجئين السوريين. يعني يقال لنرسل اللاجئين إلى المناطق الآمنة ومن ثم من هناك نتوسع في أي أكشن. أنا بعتقد أن هذا كان في بداية الأحداث كان مناسبا، وكان في هناك مطلب. اللي أوقف ذلك هم الإدارة الأمريكية السابقة، الآن يظهر وكأنه هو يعمل ضد الإدارة السابقة. حتى في ملف إيران، يعني ملف إيران أنا بعتقد أنه الرئيس أوباما توصل إلى اتفاق تاريخي، أنا بعتقد، وبعتقد أنه يعني عطفا على ما تقدمت فيه دكتور، هل ربما يعني دونالد ترامب سيحاول أن يغير هذا الاتفاق؟ نعم، أنا قصدت يعني على ما تفضلت به قبل قليل. أنا أقول أن أوباما أراد أن يساهم في خلق نظام عالمي جديد بوجود روسيا، بوجود إيران. حتى يخلق هاي التوازنات. عمل توازنات واستطاع أن يصل إلى ذلك. الآن إذا أفشل هذا الملف، أنا بعتقد الأطراف المشتركة، يعني كانت النظرة لإيران أنها جزء من النظام العالمي الجديد، وأنها ستلعب دور في المستقبل. قد يكون هذا الدور مرسوم بشكل جيد، ولكن وقته ليس الآن. الآن بالتصريحات يعني الإجراءات الأمريكية، صعب جدا الآن نتكلم عن نظام عالمي. إذا بدك تتكلم عن نظام عالمي أو نظام دولي جديد، يعني حول سوريا واضح الموضوع، أن الجانب الآخر استطاع أن يتقدم على الجانب الأمريكي في موضوع سوريا وفي موضوع إيران. الآن هل تقبل الإدارة الأمريكية أن تتعامل مع هذا الملف وكأنها المتلقية للأمر، بمعنى أنها ليست الرابحة؟ هذا اللي مش عارفينه احنا.
يعني إذا هناك تكهنات كثيرة حول الأحداث القادمة. نعم. نعود للسيد جو، وددت قبل يعني بالدقائق المتبقية من الحلقة وددت أن أتحدث معك حول القرارات التنفيذية التي تصدر من قبل دونالد ترامب. ما قوة هذه القرارات؟ ويعني حتى المشاهد في الأردن والمشاهدين في الدول العربية الآن بيشاهدونا، خلينا نتحدث عن هذه القرارات، ما قوتها، وهل هناك من يعني يستطيع أن يوقف دونالد ترامب عن اتخاذ هذه القرارات؟ يعني كل رئيس في بداية ولايته يصدر بعض القرارات التنفيذية. كان هناك انتقاد كبير من الجمهوريين أن أوباما استخدم كثير هذه الورقة. حجة أوباما كان أن كل شيء يتم على قراراته في الكونغرس، فيأخذ قرارات يحاول اللف حولها. القرارات إلى حد ما ترسم سياسات إلى حد ما مرتبطة بالبيروقراطية الأمريكية، لكن إذا كان هناك جانب قانوني منها تحتاج إلى موافقة كونغرس، أي أصدر قرار عن بناء جدار، هذا لا يكفي، عليه أن يأخذ موافقة فيدرالية للتمويل من مكان آخر. إذا أراد تغيير قانون شيء ما في قانون الهجرة، عليه أن يعود إلى الكونغرس. هناك معركة منذ عقود حول تغيير قانون الهجرة الحالي لم يتفق عليه الكونغرس حتى الآن. فهو غير فقط تأشيرات الدخول، ممكن بعض لضرورات الأمن القومي، موقف بعض الدول، لكن لم يغير قانون الهجرة إلى حد ما. فبالتالي كان هناك رفع دعوة في المحاكم، قد تتدخل المحاكم المحكمة العليا في وقت لاحق، الكونغرس قد يصدر قرار إذا أراد يعني للاعتراض. فبالتالي القرارات التنفيذية ضمن الصلاحيات التي ليست للكونغرس أو للمحكمة العليا. تعطي بعض، لكن في النهاية عليه أن يحكم يعني بالذهاب إلى الكونغرس بصن القوانين. يعني حتى الآن هو بمرحلة استعراضية، يريد أن يقول إن جئت إلى السلطة وهذه رؤيتي، ويعني يريد حتى الآن لا يزال في فترة الاستعراض. ولابد له أن يحكم، يعني يزور الكونغرس، أن يقدم برنامج. فبالتالي القرارات هي فعالة لحدود ما، لا تصنع سياسات. يعني بالتاريخ الأمريكي القرارات التنفيذية لم تؤدي إلى تحول كبير في السياسات الأمريكية، لكنها تعطي مؤشر، تعطي ورقة قوة للرئيس على حساب الكونغرس والمؤسسات الأخرى، لكن في النهاية هناك قيود عملية. وهل نتوقع مزيد من القرارات سيد جو؟ هل برأيك أن هناك قرارات قادمة تجاه الشأن الداخلي الأمريكي؟ يعني هو صراحة يعني يبدو أنه يستمتع بها، يعني يصور القرارات ويعطيها، يعني حتى الآن ويستمتع بالتوقيع أيضا. يعني في النهاية أعتقد ربما لديه بالتوقيع، نعم، يعني نأمل، يعني ليس لدي معلومات، لكن يعني في النهاية أعتقد يعني أخرج ما في جعبته الآن. قد يكون لديه بعض القرارات المعنية بوزارة الخارجية سيوقعها لاحقا أو بموضوع المالي والاقتصادي، ولكن بشكل عام أعتقد أهم المفاصل خرجت، لكن في وقت لاحق قد يستعيد. يعني الآن يستعد لخطابه المنتظر أمام الكونغرس، خطاب حل الاتحاد، سيعرض ما هو برنامجه. هناك ضغوط جمهورية كبيرة عليه، لا يريد جمهوريون خطته للبنى التحتية لأنها تكلف مليون تريليون دولار، وهي كأنها خطة ليبرالية. لديه أفكار كثيرة بموضوع الضرائب. يعني علينا أن نرى، هناك شد حبال كبير مع الجمهوريين لمحاولة تمرير بعض القوانين، لكن أولويته الآن ستكون تأكيد على تعييناته في الإدارة، أي وزير الخارجية وكل هذه المناصب، والثاني هي وضع برنامجه أمام الكونغرس. يعني نعم، بعجالة سيد. إلى هذين الأمرين. نعم سيد جو، بعجالة معنا ثواني قليلة للبرنامج. هل تعتقد أنه دونالد ترامب سيمارس الضرب بسياسة الضرب بيد من حديد على كل من يعارضه داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما أقصد من هم على رأس عملهم الآن؟ يعني حتى الآن لا يفوت أي فرصة لرد على الجميع، لكن أعتقد في النهاية مع ردود الفعل عليه لابد أن يتواضع إلى حد ما، ويفهم أن هناك مؤسسات ووكالات وشخصيات في لابد. المشكلة أنه ينظر إلى كل شيء بنظرة حزبية، لديه نظرة نيكسونية إلى السياسة الأمريكية،
فنتمنى أن يعيش هيبة الرئاسة، أن يحاول أن يكون أكثر تواضعاً ويفهم التنوع السياسي. وهناك صراع مفتوح يجب أن يستوعبه بعقل وقلب منفتح. سيد جو ماكرون، كل الاحترام لك وشكرا جزيلا على مداخلاتك الرائعة جدا، ونتمنى لك دائما أن يكون لديكم يعني الاستقرار والهدوء في أمريكا كما هو في العالم العربي يا سيدي. شكرا لك دكتور. يعني الآن بعجالة، كيف ماذا نتوقع من بالأيام القادمة؟ ماذا نتوقع من دونالد ترامب؟ أنا أتمنى أن يعني مش عارف إمتى خطاب حالة الأمة، نعم، الذي سلقي أمام الكونغرس، نعم، حتى ذلك الحين يجب أن نتوقع كل شيء. الخطورة كما ذكر الأخ جو في القرارات التنفيذية الاقتصادية، نعم، لأنه هو ألغى الاي تي تي تبع المحيط الهادي، وهذا يعني والآن يؤشر على النافتا اللي هي مع نورث أمريكا، وبالتالي هذا كله يعكس نفسه على التجارة العالمية. يعني أي حدث بيصير في أي تعاون اقتصادي تجاري في العالم يعكس نفسه على أوروبا، لأنه هناك في تداخل هائل. وبالتالي يعني نرجو أن لا يصل إلى هذا الحد، لأن هناك ستقوم أوروبا ستعلن رفضها لكل هذه القرارات، وستتأثر أوروبا كثيرا. يعني هذا موضوع أنا كنت يعني بستمع للاقتصاديين الأوروبيين في ألمانيا، مخوفهم أكثر شيء أنه إذا حط رسوم على البضائع المكسيكية اللي بدها تخش على أمريكا 20%، معناها كل التجارة العالمية، كل العولمة التجارية ستتأثر، وأوروبا ستتأثر، لأن أوروبا هي البلد مصدر ولها علاقات ونسبة تصدير هائل مع الولايات المتحدة الأمريكية. السيد دونالد ترامب مليء بالمفاجآت، نعم، والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت أيضا. دكتور صالح رشيدات، كل الاحترام والتقدير لك على هذه الجلسة الرائعة. شكرا. ونشكر ضيفنا من واشنطن مرة أخرى السيد جو ماكرون على مداخلاته الطيبة، ونشكر السادة المشاهدين المتابعين لنا بالوطن العربي والأردن، وكل من يتابعنا أيضا على اليوتيوب والفيسبوك، كل المحبة لكم، ونلتقي معكم على الخير دائما إن شاء الله. إلى اللقاء. شكرا.